المرة دي تعال نضيف لك سحور حلوة كده ونقول لك خد لك علبة زبادي وخيارة مثلا، أو علبة زبادي وطبق سلطة، أو علبة زبادي وعليها معلقة بذور شيا وحبة أفوكادو. عظمة، سحور ملوكي، سحور بشوات، بشوات الكيتو، الناس الجميلة. طيب، وأي زبادي بالمناسبة؟ أي زبادي؟ في فيديو على اليوتيوب أنا لسه منزله قريب في الفرق ما بين الزبادي العادي والزبادي اليوناني. والله عايز تاكل الزبادي اليوناني، حلو، الزبادي اليوناني افضل احسن. مش عايز تجيب الزبادي اليوناني على الزبادي العادي، حلو، ينفع. نسبه الكرب فيه اعلى شويه من الزبادي اليوناني. انت ازاي بتقول كده؟ لا عادي يا حبيبي، نسبه الكرب بينهم مش كبيره قوي، فرق 2 مثلا جرام ولا حاجه زي كده، فمش ازمه، مش حوار يعني، ما تعقدوش الدنيا. احنا بنحاول نسهلها، والجروب بتاعنا اسمه ايه؟ رجيم الكيتو بسهوله، فعايزين نخلي الامور ايه، بسيطه شويه. فمفيش مانع انك تتسحر زبادي معلقتين ثلاثة كبار، يعني مثلا في حدود 100 جرام 150 جرام، مفيش مشاكل. وعليها حبة أفوكادو ومعلقة بذور شيا لو عندك، لو ما عندكش خلاص مش مشكلة، وجنبها طبق السلطة. وبعد كده الفطار، خلاص احنا متفقين الفطار هنفطره ازاي. طيب، عديت اسبوعين وحياتك كده زي الفل، بتاخد لك 3 4 ايام تتسحر وتفطر، ويومين ثلاثة تفطر بس، وعديت اسبوعين من رمضان ونفسك في تمره، خدها مش مشكله. تعالى حضرتك على المغرب، اول من المغرب يقول الله اكبر، كل تمره صغيره كده افطر بيها، حل بقك، مفيش اي مشكله خالص. حضرتك انسان صايم بقالك 16 ولا 18 ساعه صيام جاف، فمش ازمه خالص انك تفطر على تمره، عادي جدا، خصوصا في اليوم اللي انت هتعمله اللي هو هيبقى فطور بس، مش هتتسحر فيه، يوم فطور بس. فافطر على تمره وبعد كده كمل فطارك زي ما قلنا، وبعد كده صوم لحد تاني يوم المغرب، مفيش اي مشكلة خالص. حلو الكلام ده؟ طيب، دي عظمة وجمال الكيتو في رمضان.